Good morning. Good morning. Danke schön. Danke schön. Freiherr vom Staatsgase. إيش ترجمة؟ ترجمة زخاخ رقم 24. طريق السكة رقم الزقاق أيوة 24 لا دانكا شون شكرا يعني كود مورجين بيتا شون حاجات بسيطة يعني الحين كم لغة تكلمت أستاذ يوسف؟ لغة يعني إيطالي وإنجليش إيطالي وألماني والإيطالي طبعا أنا لما اشتغلت في مطعم في إيطاليا كان الوقت كبير يعني كان عندي وقت مجال أني أتعلم فأنا قلت ليش ما أشتغل في مطعم وأعمل إعلان حتى مدير المطعم مبسط كثير مني كنت أعمل مثل إعلان أجذب الناس علشان يجيوا المطعم أقولهم بالإيطالي فينيتي فينيتي الريستورانتي بيوبيلو الموندو يعني تفضلوا تعالوا إلى أجمل مطعم في العالم بالعالم فينيتي الكيوكو بيوبرافو الموندو تفضلوا إلى أشطر طاهي بالعالم بيتزا باستا سباجيتي وإعلان مجاني تبادر إلى ذهني سؤال اشتغلت في مطعم إيطالي أيوة لرغبة منك لرغبة وفي نفس الوقت علشان أتعلم اللغة الإيطالية